في كلام لازم كلنا نعرفه برضو ونشوف العالم كمان قال علينا ايه. ما تيجي نشوف العالم قال فعلا قال ايه. طب تعالوا ده العالم قال ولا يا ست الكل. تعالوا كده ناخد نظره سريعه والله على الصحف العالميه وازاي برضو استعرضت في يعني او استعرضت المانشيتات الحديث عن فوز صلاح. خلونا نبدا بسبورت 24 مثلا على سبيل المثال. المانشيت بيتكلم محمد صلاح هيتس هاتريك از هيستوريك ليفربول هيوميليت مان يونايتد. يعني محمد صلاح بيحقق الثلاثيه التاريخيه اذلالا للمان يونايتد. بصراحه هو ده كان الوضع امبارح يعني. لا يعني مش كده عارف اللي هو مش كده كتير. من الجارديان محمد صلاح برضو هيتس هاتريك از ليفربول ثراش مانشستر يونايتد. يعني نفس المعنى ضرب مانشستر يونايتد او اداله الضربه القاضيه يعني زي ما بيتقال. في صحيفه اخرى انجليزيه بيتكلم محمد صلاح نتس هاتريك از رامبنت ليفربول كليم ريكورد وين ات مان يونايتد. يعني برضو محمد صلاح حقق ثلاثيه في الوقت اللي حقق فيه ليفربول انتصار يعني قياسي على مان يونايتد. خليني برضو يا كريمه اروح معاك لميرور برضو ما بيبعدش قوي. محمد صلاح breaks another Premier League record during Liverpool's Man United route. بتكلم عن محمد صلاح رقم قياسي آخر يعني في الدوري الممتاز بعد هزيمة المان يونايتد. تقدري تقولي كده وضميرك مستريح أن محمد صلاح شبه وحد المانشيتات في كل وسائل والله تقريبا إلى حد كبير. يعني برضو في سكاي سبورتس مانشستر يونايتد 5-0 ليفربول 5 player ratings as نابي كيتا and محمد صلاح star Ahmed Gifts from هاري ماجواير لوك شو اند كو. من جريده فوتبول محمد صلاح بريكس امبرسيف بريمير ليج ريكورد هيلد باي تشيلسي ليجند ان مان يونايتد كلاش. محمد صلاح يعني كسر الريكورد المذهل اللي كان محققه قبل كده لاعب تشيلسي ده طبعا من خلال مباراته امام مانشستر يونايتد. اندبندنت بتقول مانشستر يونايتد فيرسس ليفربول بلاير ريتنجز محمد صلاح نتس هاتريك. يعني بصي كله ماشي كله في نفس السكه كله بيتكلم بنفس النقطه الا كريستيانو رونالدو. كريستيانو بقى كان ليه تصريح. خلينا بقى نروح له معاه. عمل وقفه كده امبارح يعني ايه وقفه مع النفس تقدري تقولي. وبرده تقدري تقولي ان برده في قدر كبير من الذكاء هو بيداري من خلال اللي كتبه ده مشاعر جواه. قال الاتي sometimes the result is not the one we fight for. في بعض الاحيان النتيجه ما بتكونش هي اللي احنا بنحارب عشانها. sometimes the score is not the one we want. في بعض الاحيان السكور ما بيكونش هو الحاجه اللي احنا عايزينها. and this is on us only on us. ده احنا المسؤولين عنه بشكل كامل because there's no one else to blame. ما فيش حد تاني نقدر نلقي عليه اللوم. our fans were once again amazing in their constant support. مشجعينا كانوا مره جديده كالعاده مبهرين في دعمهم الدائم لينا. they deserve better than this much better and it's up to us to deliver. هم يستحقوا احسن من ذلك بكثير بكثير ودي مسؤوليتنا احنا اللي لازم نسلمهم طلبهم ده. the time is now. حان الوقت الان. بص كلام منطقي. ناس كتير يعني احترمت الكلام اللي هو قاله بالامس لكن ده ما ينفيش اكيد هو بيشعر بالسيء الشديد جدا 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 لان كريستيانو من الشخصيات اللي هي لا تقبل الهزيمه. يعني معروف على مدار تاريخه هو لا يقبل الهزيمه. هو دايما شايف نفسه رقم واحد. حتى لما سئل قبل كده في لقاء صحفي قديم يعني المذيعه كانت بتساله من افضل انت ام ميسي هو قال لها انا ما بقارنش نفسي بحد انا شايف نفسي الافضل. يعني فهو شخصيه برضو عظيمه جدا في كره القدم العالميه لكن بصراحه امبارح اعتقد في ظاهره جديده يعني مش بتظهر ولكن بتثبت يعني نفسها. فحاجه كانت مدعوه للفخر فعلا. ولو هنرجع بقى قبل ما نسيب الموضوع ده برده لقصه هنا ليفربول انت عارف برده الترتيب دلوقتي الدوري الانجليزي انت بتتكلم في تشيلسي وبعدين مانشستر سيتي وبعد كده ليفربول فانت لسه رقم ثلاثه. فالبعض بيقول هل يورجن كلوب هيشتغل الفتره اللي جايه ان هو يصعد يعني ولا لا. ده المفروض منتظرينه من المدير الفني الخاص يعني بليفربول. وعلى الصعيد الثاني برده بيتقال لك طيب زي ما انا قلت كده مانشستر يونايتد يعني وضعهم ايه مع المدير الفني الخاص بيهم وناس كتير بتطالب كمان برحيله. كل ده برضو هنروح لتفاصيله. كتير من المدربين بقى اصبحوا على كف عفريت بالمعنى من ماتشات تخيل. صحيح طبعا فعلا. على فكره من امبارح لغايه ما احنا قاعدين دلوقتي يا نهوان مئات الالاف من المصريين مشيرين طبعا شيروا كل اشكال الصور لمحمد صلاح في مراحل عمره المختلفه. بس الصوره اللي خدت يعني نصيب الاسد في التشهير الصوره اللي كان فيه لقاء سابق جمع ما بينهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح والنظره ها يا نهار ابيض شفت النظره كانت مش نظره دي زغره صح.
صح. زغرة بالمعنى الحرفي، وبعدين بتقول كتير، يعني نظرته كانت بليغه قوي الحقيقه. انا بتفق معاك، بس برضو لو جينا قيمنا بقى الحقيقه، يعني مانشستر يونايتد مش الافضل حاليا ابدا، رغم ان هو عنده عناصر عظيمه جدا ويتكاد تكون الافضل في العالم من لعيبه، ولكن لا مش هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه. حتى هو بصراحه يعني حق يقال امبارح مش ده الاداء اللي احنا نعرفه عن مانشستر يونايتد، حتى دفاعيا، دفاعيا كمان ما كانش الوضع زي ما احنا نعرفه. حتى هو برضو كتير كانوا بيتحدثوا ان هو حتى مان يونايتد مش قادر ينافس الثلاث نوادي الاوائل يعني. فهنشوف على كل حال الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، بس مفاجآت بتحصل. لقاء امبارح في ناس كتير جدا ما كانتش بتعتبر ان هم بيتفرجوا على مباراه بين ليفربول ومانشستر يونايتد، قد ما كانوا مقتنعين ان هم بيشوفوا مباراه ما بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. ده اللي احنا قلناه وتوقعناه، وشرفنا بمو صلاح. صحيح.